مرحبا، كيفكم؟ تمام. بدنا نعمل هالمرة خبز الشوفان بالخميرة الطبيعية، خبز ريفي. رح نخبزه جوا طاسة أو جوا كاسيرول، بحتوي على الشوفان، بحتوي على قمح كامل وعلى دقيق الخبز. أوكي، دقيق أبيض للخبز. خبز ريفي طيب كتير، ورح نخبزه بنفس اليوم. رح نحضر هلأ النقيع، طبعا تحضير له قبل بيوم. رح نحضر هلا النقيع، نقيع الشوفان رح ننقعه بالمي، ورح نحضر كمان الخميره من البادئه او نغلفهم ونتركهم لبكره لنعمل منه الخبز. تابعوا معي. اوكي، فاذا اول شيء بنحضر النقيع. عندنا شرايح الشوفان 153، فينا نستخدم شوفان يعني رولد حبات كبيره، وفينا نستخدم سريع التحضير، اثنيناتهم بيمشوا. 153 جرام، ومي كمان نفس الوزن 153. بنغطيه طبعا بنايلون. الخميره حتكون عندنا بادئه او ستارتر حوالي 5 جرام هستخدم انا. زين، بنحط 102 جرام مي، 71 جرام طحين ابيض. اوكي، نعملها على شكل دائرة، بعدين بالسكينة بنقصها بهالشكل هيدا. اوكي، خليها هون، رح تنتفخ وتفتح مثل الوردة بكرة الصبح ونشتغل فيها إذا الله راد ونعمل منها الخبز. لكن عنا الخميرة أو عنا الشوفان المنقوع، وبكره رح نحضر العجينه ونعملها قدامكم ونشوف كيف حنخبزها، وحتكون اطيب خبز. اوكي، تصبحوا على خير، بشوفكم بكره. صباح الخير. فاذا ملاحظين كيف الخميره كيف صارت انتفخت وفتحت، والنقيع صار جاهز. العجينه فيها 610 جرام مي، 224 دقيق قمح كامل، 641 جرام، 2 ملاعق. بعدين بنغلفها، بنجي لها بعد نص ساعة مش نضيف لها الخميرة، بنعجن، بعدين بنضيف الملح، خميرة الملح، بنعجن بنعجن، بنضيف أي كمية سوائل محتاجينها، بعدين بنضيف آخر شيء الشوفان وبنكمل العجن لحديت ما نوصل للقوام المطلوب. لكن بنشوفكم بعد نص ساعة. أوكي، فإذا انتهى وقت الأوتوليز تبع العجينة، نجيب الخميرة ناخذها بنوزعها على العجينة بالشكل هيدا. اوكي، طبعا بدنا نعجن هلا بهالمرحلة، يكون في عجن، نحطها على الطاولة، نبلش نعجن بالشكل هيدا حتى تتوزع الخميرة بكل العجين. عنا 25 جرام ملح،
اوكي. هلا هاي العجينة بتستحمل بعد مي، رح اضيف لها شوية مي زيادة. طبعا كل ما زادت نسبة الجلوتين بالعجين، يعني كل ما زادت نسبة البروتين أو متانة الدقيق، كل ما بده عجن أكثر وقت أطول. أوكي بالعجن. أوكي خلص نمد العجينة هيك، نجيب نقيع الشوفان بالشكل، بعدين بإصبعنا بنعجن أو بنعصر الشوفان لجوا العجين. مهم جدا نتأكد إنه الشوفان توزع بهي العجينة، جدا مهم. اوكي انا عبال ما نظفت الطاسه ودهنتها زيت غطيت العجينه مشان ما تنشي. هلا بنشوف قوام العجينه كيف صار. مدها بين ايدينا. عظيم، هذا القوام الصح للعجين. اوكي بنغطيها بنتركها تتخمر لمدة ساعة أو 45 دقيقة، بعمل لها فولد، و 45 دقيقة تاني بعمل لها فولد تاني، وبعدين بتركها لقسمها آخر شيء. يعني مجموع عدد ساعات التخمر بده يكون ساعتين ونص لهالعجين، لأنه الجو دافي هون عندي. أوكي لكن بشوفكم بعد 45 دقيقة. أوكي صار وقت نعمل الفولد الأول للعجينة. أوكي نجيب العجينة نرفعها بهالشكل، نقلبها، نجيب العجينة نرفعها بهالشكل، نقلبها، نرفعها، نقلبها، نفس الشيء نرفعها، نقلبها. اوكي نرجع بنغطيها ونرجع لبعد 45 دقيقة نشوف إذا محتاجة فولد أو لا، وبنعملها فولد. إذا ما محتاجة وقوية رح اتركها مثل ما هي لاخر التخمر اللي هو ساعتين ونص كلها سوا. اوكي تمام. فاذا نحن يعني انا ما عملت لها فولد ثاني، تركتها تتخمر تكمل بقيه تخمرها لمده ساعتين وثلاث ارباع، يعني قريب من ثلاث ساعات. اوكي بتشوفوا العجين منتفخيت. اذا نطرق عليها من تحت نسمع صوت مجوف. اوكي بندهن شويه مي على السطح او الطحين اللي بدكم. اوكي ننزل العجينه. اوكي نزلت بسهوله. نجيب الميزان. اوكي نخلي هاي حدنا طبعا اكيد. هدول عجينتين المفروض كل وحده تكون منهم كيلو، بس اكيد حطلع اكثر من كيلو لانه ضفنا مي للعجينه. نحط هيدي هون ونصفرها، نحط كيلو، بعدين بنضيف لها اذا احتاجت. اوكي والثاني نفس الشيء، شيل العجين بنحطها كيلو 55. اوكي فاذا عندنا نحن 25 جرام عجين زياده، 50 جرام عفوا، عجين زياده ناخذ 25 بنحطها هون، نخلي الباقي. اوكي شيل الميزان على جنب. اوكي ناخذ العجينة بهالشكل. هاي العجينة متماسكة قوية، ما بدنا نعملها راوندين كتير. اوكي بس اذا في فقاقيع نشيلهم. نفس المسألة بالعجينة التانية، واحدة اثنين ثلاثة. اوكي
نشد عليه شوي بس خلص. بنغطي هالعجينه او العجين بنغطيهم ب يعني قماشه اوكي. نرجع لهم بعد نص ساعه لنشكلهم نحطهم بقوالي. ما راح اشرش فيهم طحين، هغلف العجين هدول بالشوفان وبعدين بقلبهم وبعدين بنقصهم ونشوف كيف بيطلعوا. بيطلع شكلهم كتير حلو الشوفان على الوش لانه كمان بيتحمص. اوكي لك عم شوفكم بعد نص ساعه. اوكي ارتاح العجين، هلا بدنا نشكلهم. نجيب شويه طحين، اوكي رش شويه طحين، شيل العجين على جنب، شغل بالعجين الاولى، اخذ العجين بهالشكل نقلبها هيك. اوكي ما بدنا كثير طحين، بس يدوب بعيد عنا شوي. نجيبها هيك اوكي، نجيب الطرف على اليمين للنص، هذا الشكل المستطيل اوكي بالشكل هيدا. اذا في اي بلوين كبيره بنشيلها، بعدين نجيب الطرف هيدا هيك 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 وهيك. صار عندنا هذا الشكل المستطيل. اوكي جيب العجين الثاني قلبها، جمع كل الاطراف او بنجمع الطرفين للنص، جمع الطرف هيدا لهون الطرف هيدا لهون اوكي، وبعدين جيبها مثل هون للاخير. اوكي صار عندنا شكل دائري. نتركهم يرتاحوا دقيقة حتى بس تسكر الطيات كلها لتحت. هدول العجين بدهم يرتاحوا هلا تقريبا 40 دقيقة، بعدين بنحمل الفرن ونخبزهم بعد تقريبا شي 40 دقيقة تانية أو 45 دقيقة تانية بالفرن، طبعا بالقدر قدر السخن اللي هو الكاسيرول هيدا. اوكي رح حميه مع الفرن بعد 40 دقيقة لحرارة 240 مع الغطا، طبعا نحطه بالغطا بالفرن وبعدين بحط العجين واجيكم كيف بنغطيه وبنخبزه. اوكي لك عم شوفكم بعد 40 دقيقه لنخبز هدول العجين. طبعا وحده منهم بدها تكون بالبراد لانه انا ما عندي غير قدر واحد او كاسرول او طاسه وحده. رح اخبز اول شيء البيضاوي بعدين خليه هلا بالثلاجه، هلا فورا خلص البيضاوي بعدين طلع هي من الثلاجه بخبزها فورا بعد منها. وتخمر العجين، عندي انا عجين هلا بالبراد حاططها سله مغطاها طبعا وبالبراد، الثاني اختمرت اوكي صار جاهز انها تنخبز. اجيكم هلا كيف حنشق العجين ونحطها بقلب الجاط او الطاسه او الكاسيرول السخنه طبعا على ورق، بعدين بنغطيها وبنحطها بالفرن. اوكي تابعوني، حنجيب هلا الكاسيرول السخنه شديده السخونه. اوكي انا قطعتها بهذا الحجم، حط العجينة عليها شوي شوي. اوكي نجيب الشفرة نشقها بهالشكل هذا. نشيل العجينة نحطها جوا ونغطي فيها العجينة ونحطها بقلب الفرن. رح نخبز هلأ لمدة 15 دقيقة مع غطا وحوالي 25 دقيقة بدون غطا. رح نكشف الغطا طبعا ونرجيكم اياهم، وبعدين بس لتكتمل الخبز حتشوفوا الرغيف الاول كيف حيطلع من الفرن. لك عم شوفكم بعد ربع ساعة. اوكي فاذا خلصت اول ربع ساعة هون، نكشف الغطا نشوف الانتفاخ ممتاز. اوكي بعدين بنرجع هذا القدر على الفرن وبنكمل الخبز ل 20 ل 25 دقيقة زيادة. اوكي خلص الرغيف الأول. اوكي اوكي وخلص ثاني رغيف، خلينا نشوفه سوا. طبعا حقطعه وارجيكم كيف شكله من جوا. كونوا على يقين هذا الخبز كثير صحي وكثير طيب،
وما تبخلوا على نفسكم تعملوا هيك خبز ابدا، لانه الشوفان يعني غنى بالشوفان وبالقمح الكامل وبالتخمر الطويل بيجعله من اكثر الخبز المناسب للسحور وللفطور بشكل عام. اوكي، لكن بس يجهز بس يبرد تماما رح قصه ونشوفه سوا. صباح الخير. الخبز برد، بدنا نقصه ونشوف كيف شكله. هذا الخبز ممتاز للسحور وللفطور، واذا تحمص اطيب واطيب. هذا الخبز بالذات اذا تحمص كثير كثير بيكون طيب. اتمنى انكم تجربوه. صحه وهنا بالعافيه.